اهلا بيكم في الجزء الثاني من درس العمليات على كثرة الحدود. طبعا احنا خدنا الاول تبسيط العبارات الجبرية، درسنا ازاي نبسط العبارة الجبرية باستخدام قوانين الاسس، وشفنا قوانين الاسس. دلوقتي هناخد العمليات على كثرة الحدود. اول حاجة درجة كثرة الحدود. درجة كثرة الحدود المبسطة هي اكبر درجة لوحدات الحد المكونة لها. شوف، اكبر درجة لوحدات الحد المكونة لها، اكبر درجة لوحدات الحد. طيب درجة وحدة الحد كيف احصل عليها بقى؟ اكبر درجة لوحدات الحد، يعني انا همر على كل وحدات الحد اشوف درجاتها. طب اكبر درجة وحدة الحد، درجة وحيدة الحد هي مجموع اسس المتغيرات فيها، بجمع الاسس اللي على المتغيرات فيها يديني درجة وحدة الحد. طيب يبقى انا هجيب درجة كل حد اللي هي مجموع اسس المتغيرات فيها، وبعدين اخد اكبر درجة، هي دي درجة كثيرة الحدود. تمام؟ فمثلا الحد ده من الدرجة الثانية لان اكبر اس 2 او مجموع اس المتغيرات 2، الحد ده من الدرجة الاولى لان مجموع اس المتغيرات هنا 1، الحد ده من الدرجة الصفرية. طب قد كثيرة الحدود اي درجة؟ قد كثيرة الحدود الدرجة الثانية لان ده 2 ده 1 ده 0، اكبر درجة يبقى ده ياخد 2. طيب تذكر ان كثيرة الحدود هي عبارة عن ايه؟ هي وحدة حد او مجموع وحدات حد، يا وحدة بس يا مجموع وحدات، اي 1 2 3 دي مجموع وحدات، وممكن تكون وحدة واحدة، وتسمى كل واحدة منها حدا من كثيرة الحدود، ودرجة وحدة الحد هي مجموع اسس كل متغيراتها، احنا شرحناها. بقى ايه هي وحدة الحد اصلا؟ يعني كيف تعرف انها وحدة حد؟ وحدة الحد هي عبارة عن حاصل ضرب مجموعة من العوامل، عوامل جبرية وعوامل عددية، يبقى كلها ضرب، حاصل ضرب عوامل جبرية وعوامل عددية. العوامل الجبرية اللي هي المتغيرات اكس وواي وزد وما شابه، العوامل العادية هي الأرقام، دي وحدة الحد. العوامل الجبرية دي لا تحتوي على أسس سالبة أو جذور، أو يكون في أسس سالبة يعني، أو متغيرات في المقام. وده هيظهر دلوقتي واحنا بنحل التدريبات. نشوف تدريبات هنا، حدد ما إذا كان كل عبارة فيما يأتي كثيرة حدود أم لا، وإذا كان كذلك فاذكر درجتها. طيب هذه الأولى دي كثيرة حدود ولا لا؟ هذه وحدة حد وهذه وحدة حد. ليه وحدة حد؟ شايف كده؟ مجموع حاصل ضرب مجموعة من العوامل الجبرية، هي الإكس أس 4 والواي أس 3، وفي عامل عدد ربع هنا، في أسس سالبة؟ مفيش أسس سالبة، في متغير في المقام؟ مفيش متغير في المقام، في أربعة في المقام صح بس مفيش متغير في المقام، في جذور؟ مفيش جذور، يبقى دي وحدة حد صحيحة. هنا دي وحدة حد صحيحة مفيش مشكلة فيها، وبالتالي هذه كثيرة حدود. نعم كثيرة حدود مكونة من حدين. طيب وإذا كان كذلك كثيرة حدود فاذكر درجتها. تعال نشوف درجة كل حد فيها، الحد ده من درجة كام؟ مجموع أسس المتغيرات. الحد ده من الدرجة السابعة، 4 و 3 7 مجموع أسس المتغيرات. الحد ده من الدرجة الخامسة، أس المتغير بس، إكس أس 5 بس، يبقى هنا ده من الدرجة الخامسة، والحد ده من درجة 7. طب كثيرة الحدود تاخد الخمسة ولا السبعة؟ كثيرة الحدود تاخد السبعة، يبقى دي من الدرجة السبعة، لأن أكبر درجة لحد من حدودها اللي هو السبعة. طب هنا دي كثيرة حدود، هذه ليست وحدة حد. ليه؟ لأنها تحتوي على جذر، يبقى هنا دي ليست وحدة حد. طب دي وحدة حد صح، دي وحدة حد صح، لكن دي ليست وحدة حد، يبقى دي ليست كثيرة حدود لأنها مش مكونة من وحدات حد. في حد أهو، في جزء منها أهو ليس وحدة حد. هنا هل هذه كثيرة حدود؟ هذه وحدة حد؟ لا، لأن في أسس سالبة. هذه وحدة حد؟ لا، لأن فيها أسس سالبة. دي وحدة حد صح مفيش مشكلة، 6، يبقى هنا تحتوي على أسس سالبة، يبقى دي ليست كثيرة حدود. لماذا؟ لأن إكس أس سالب 3 وإكس أس سالب 2 ليست
وحيدات حد. هذه ليست وحيدات حد، وبالتالي هي ليست كثيرة حدود. هنا جذر اكس ليست دي الجملة كلها ليست كثيرة حدود. ليه؟ المشكلة ان في جذر اكس دي. لماذا؟ لان جذر اكس هذه ليست وحيدة حد. وبالتالي لما تطلع ليست كثيرة حدود، وهنا ليست كثيرة حدود، ما تقوليش جيب الدرجة، ما بقدرش اجيب الدرجة غير لكثيرة الحدود.